كانت بدايته مع مسرح الشباب ومنها إلى الجماهيري. أما في الدراما والمسلسلات فكان لخالد بريتشي أكثر من 55 مسلسلا. الله يعيني على الأسماء اللي راح أذكرها الآن، يعني أحاول أذكرها بالكويتي قدر الإمكان. طبعا الكثير من الأفلام، منها الجليب، زوارة خميس، الجليب. طبعا أجادة الجليب لسه درس الكويتي أنا يعني للآن ما خلصت الكورس الأول. لعب فيها أدوار مركبة كثيرة، ولعب دور الشرير وأيضا دور الضحية. إذن للحديث عن الدراما ومواكبتها للحدث السياسي نرحب بضيفنا الفنان الكويتي خالد بريتشي. أهلا فيك وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، وأنا سعيد الحقيقة وحبيت أسجل إعجابي في قناة سكاي نيوز وأنا من المتابعين لها من أول بث، ودائما يمكن عندي أنا ديوانية كلكم تدرون، فربعي يحبون مباراة وأنا أحب أتابع الأخبار السياسية واللي يتقدمونها، فدائما موجودين ويتذمرون منها من قبل أجيكم بعد. فأنا سعيد جدا اليوم أن صورتي تطلع من خلال قناة سكاي نيوز، سعيد بوجودكم. وإحنا سعيدين بوجودك. خالد، السؤال الأول، تاريخ 2/8/1990 وحتى تاريخ 26/2/1991 تشكل مرحلة مفصلية لتاريخ الكويت، لكن لم نرى الدراما الكويتية تنصف هذه المرحلة المفصلية، لماذا؟ صحيح، شوفي تاريخ 2/8 أنا ودي أقول لك تاريخ 25/2 25 فبراير شو يمثل لنا إحنا ككويتيين، خصوصا اللي في عمري. أذكر في أيام الكشافة والأيام الأشبال، أيام المدرسة لما كنا في احتفالات وإحنا صغار، لما كنا نطلع كان في نكهة، في شعور وطني، في روح وطنية كنا نعيشها وإحنا صغار. لغاية ما كبرنا من ابتدائي إلى متوسطة إلى ثانوي، هذه الفترة كلها كنا معاصرين إحنا 25 فبراير واحتفالات 25 فبراير، لغاية ما جانا 2/8 عشنا حياة وعشنا صدمة، قلنا راح هالرقم هذا من حياتنا، راح 25 فبراير، راحت الكويت، راح فن الكويت، راحت الأمور هذه كلها، لغاية ما رب سبحانه وتعالى تحررت الكويت في 25 بالليل، اللي هو 26 الفير. يعني هذا التاريخ وهذه أرقام في نفسنا كلنا، ورد 25 فبراير ونحتفل فيه في 26 بعيد التحرير. نعم كان في قبل الغزو كان في دراما وكان في فن وكان في ناس بسطاء ينتمون إلى هذه الأرض، ينتظرون بشق الأنفس وجود أعمال فنية لها بريقها ولها سمعتها في الخليج. اليوم ممكن أن في تحول، الانفتاح اللي صار بالفضائيات غير الأذواق، ممكن الأذواق تغيرت شوي عند المشاهد. نعم. وعند الجمهور وعند الناس. نعم، ساهر الليل عمل مثل هذه المرحلة أو حاول أن يمثل هذه المرحلة جرير، لكن كان هناك تناقضات أو كان في هناك معارضة وطلعت أصوات تنتقد هذا العمل. والله شوفي، هو المفروض يعني مثل هذه الأعمال التي يجب أن تخلد، أعمال تتكلم عن حروب، إذا كنا الحرب العالمية الثانية يمكن في أمريكا لا يومش يتكلمون عن الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى وهتلر كل سنة في فيلم، وهم نفسهم وهم يسيسون أو هم يمشون وين يبون، يعني وين يبون الشعب يروح، يروحون. اليوم هتلر شوية زين، خلنا نأخذ عاطفة، ولا هتلر مو زين، قاتل، نزلوا لك فيلم، فماخذينها يستغلون أو استغلال فرصة الحروب هذه. إحنا اليوم ما نبي نستغل، إحنا نبي نسوي. يمكن في أفلام وثائقية كثيرة، أفلام وثائقية كثيرة يعني طلعت في مهرجانات وشاركت في مهرجانات، لكن أفلام روائية غير موجودة اللي هي قريبة للمشاهد البسيط، المشاهد اللي هو يشاهد التلفزيون. ما شفنا مسلسل، نعم يمكن هذا الرقابة فترة من الفترات كانت تحد مثل نوع من هذه الأعمال، لكن سهر الليل، إذا نبي نتكلم سهر الليل، قدم صورة مو واضحة هذاك الوضوح، لكن أدلوا بدلوهم. نتمنى إحنا فعلًا، إحنا هم بعد إن يكون على وزارة الإعلام الرسمية، تلفزيون الكويت الرسمي هو يتبنى موضوع هذه المناسبات علشان يكون الشيء صحيح وموثوق بشكل صحيح. خالد، تتحسر اليوم أنك دخلت الفن على المستوى اللي بيعيشه؟ والله مو تتحسر، إذا أنا ببكي بقعد أبكي والطم واندب حدي، لا حظي لا كذي، ما راح
نكمل مشوار اللي قبلنا، اللي قبلنا حفروا بالصخر. نعم اليوم احنا في نكسة جريئة، اليوم فعلا في نكسة. الدراما الخليجية فيها انتكاس، في كتابة، في كتاب، لكن ما في فكر، ما في فكر مبدع، في أفكار حلوة بسيطة شبابية، لكن لابد أن نستعين في أفكار فعلا تكون أفكار شبابية، يعني يعني معشقة بخبرات، معشقة بناس تعرف يعني شنو في الدراما. صحيح. اليوم فعلا الأدوار اللي قاعدين نشوفها أو القصص اللي قاعدين نشوفها لا تمثل الخليج أو لا تمثل الكويت بحد ذاتها يعني. وفعلا في تذمر يعني جريد صراحة، ما أخفي عليك يعني. لا صدقا، لأنه منذ بداية أسبوعنا في الكويت الآن استضفنا الكثير أيضا من الأسماء، بالإضافة لحضرتك خالد محمد السنعوسي قال نفس الكلام، وأيضا خالد الصديق قال نفس الكلام. هناك يعني لربما كان المصدر من هنا، المنبع كان من هنا، ولكن عندما ترى يجف بالفعل يعني الجميع يتذمر. خالد الذي كان يتبنى قضية الفن هو وزارة الإعلام، خل أقول الحكومة على عرفنا احنا، الحكومه هي اللي كان، هي الحكومه هي السبب. اليوم انت تبنيتي من خلال وزارتك الجميله وزاره الاعلام هذه الاحداث وهذه الانطلاقات وهذه الاسماء اللي الكل يعرفها في الاردن، تعرفون خالد قماشه في الوطن العربي، يعرف درب الزلق، فهذه اعمال خلدت لانها كانت من انتاج التلفزيون نفسه. اليوم عطوا شركات المقاولات عطوها وقامت يعني صارت عملية تجارية أكثر مما هي فنية. والله أقعد مع الأساتذة الكبار يقول لي خالد والله يا يوبا لما كنا إحنا نقعد نخطط ما بنمثل مسلسل والله ما كنا نفكر بكم المردود. كذلك الملحنين الكبار، كذلك الشعراء الكبار لما يسوي لك أغنية وطنية يقول لك ما أدري، ما كنت أفكر، يمكن كانت حزتها 20 دينار ولا 30 دينار اللي طلعناه. فكانت في روح، كان في فن، كان في عطاء. اليوم تدق على اي ممثل تقول له معنا كم تعطوني، هذا اول كلمه او اول سؤال فهمني. هو ما يقولها بشكل مباشر، هو على اساس يطلع نفسه بالنتيجه انه هو حلو. اي منو اوكي دوري كذي اوكي اقرا وارد لك كم تعطيني. فصارت العمليه ماديه قح، هذه مشكله تجاريه يعني. اليوم احنا نتكلم تجاره. نعم، لكن مثل ما تفضلت دور وزارة الإعلام دور مهم. نعم. وكبير. لماذا تغيب وزارة الإعلام الآن عن هذا الدور؟ يعني اليوم شوفوا، حتى في عندنا نقابة في الكويت، نقابة الفنانين، لهم كل الاحترام الأخوان الدكتور نبيل الفلشاوي، وما ودي أذكر أحد وأنسى أحد، الأستاذ طارق العلي إن شاء الله دكتور قريبا، الدكتور خالد أمين، دكاترة ما شاء الله. ما شاء الله. اليوم في عندنا نقابة، هذا شيء وايد حلو، هذا حلمنا من 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 الثمانينات، اليوم موجودة لكن مو متفعلة أو ما تقدر تدخل في كل شيء. اليوم على وزارة الإعلام هي يعني ترفع شوي العراقيل اللي موجوده. خالد البريتش بيقدم نص لازم يروح يمين، بعد ما يخلص من يمين يروح يسار، بعدين يصعد فوق، بعدين وايد في عندك اكثر البيروقراطيه موجوده في وزاره الاعلام للانتاج. انا تعجزني انا كمنتج منفذ شبابي، هذه احد الامور. الامور الاخرى يا جماعه خلاص شيلوا المنتج المنفذ، شيلوا اذا ما انتم شايفين احنا كفو، ولا تخلون احنا نقدم احنا كشباب ومخلين الناس اللي قاعد تقدم. صار لنا 15 سنه في تدني، نبتعد شوي عن المنتج المنفذ، انتجوا انتوا وباشرافكم وناس اكاديميين ولجان. احنا اغفلنا الحديث عنك شوي، انت هاي الايام مهمه بالنسبه لك، وقليلين طبعا اللي بيعرفوا انه خالد البريكي او البريتشي. اذا البريتشي حلوه الافضل البريتشي يعني لا تلفظها صح، بتعلم بعد لا تلفظها صح ما شاء الله عليك. اشكرك. في طفولتك كنت كوراليست. اوه هاي الايام، وهاي الايام مهمه لك. صحيح. الاعياد الوطنيه، المسرحيات والاعياد الوطنيه، يعني قليل من كان يعرف هذه المعلومات. صح بالضبط. انا يعني يوم كنت في الابتدائي كنت في نشاط الموسيقى، وبنفس الوقت كورس بعده او هذا اخذ نشاط الاشبال وكذلك الكشافه وكذلك الكورال. فصوتي كورالي يعني، كنت مع الكورال، كنت اعزف آلة نسيت اسمها، هذه يمكن اسبوع بعدين هديتها لكن فعلا بالكورال. وكان في عندنا تصوير مع ماما انيسه وبرنامج تمتك والاطفال القديم، ظاهر فيه يعني من زمان انا طالب التلفزيون. من اول التسعينيات؟ لا قبل التلفزيون بنهايه التسعينيات بالثمانينات، يمكن بال 81 بدايتها كانت باول الثمانينات. لا 81 75 انا عمرك انا ما قلت انت اللي قلت عمرك 87
تقريبا كان في 82 و83 هذا الكلام اللي انا قاعد اتكلم عنه. خالد 7 سنوات 8 سنوات كان عمري 7 سنوات، اخذها عاد انت الى 14 سنه. خالد، في اعمالك الدراميه تتميز اعمالك الدراميه تترك طابع لدى المشاهد، ما هو نفس ما ذكر جرير قبل شوي احد اعمالك سوق المقاصيص، الجليب، زواره خميس، اي الاعمال كان اقرب لك ولماذا؟ كلهم والله، لأن كل واحد له حدث، ما في أحد مفضل، كلهم ما في، لا ما أقدر أفضل هذا اللون وهذا الشكل وهذا اللون وهذا طعم، هم كلهم لهم مناسبات. يعني مثلا إذا بقولك المقاصيص هو ثالث عمل لي في حياتي وأقف قدام عمالقة، منهم اللي الله يرحمه منهم اللي موجودين الله يطول بعمرهم، فثالث عمل كشاب جديد يدش مع كبار الساحة الخليجية. نعم. الجليب إذا تبي تتكلمين عن الجليب تراثي هو حلو بحد ذاته، الأعمال الثانية اللي قلتيها، فكل عمل أقدمه له تكوين. اليوم هالإحساس هذا مو موجود ليلى، الأعمال اللي قاعد مو موجود، لأن قبل كان في كتابة، قلت لك قبل يعني الكاتب ما أدري، المنظومة نفسها الإنتاجية كانت غير، المنظومة الإنتاجية اليوم كلها تجارية، يعني تعال مثل وأبش، الناس اللي معاي يبون يمثلون تمثيلهم ونعم فيهم مثلا، لكن او الكتاب او الكتابه مو هي اللي نسعى لها، افضل من كذي فيه موجود عندنا، افضل من كذي ليش قاعدين نرد وراه؟ نبي نتقدم، هذا اللي انا باختصار اقول. انا بحس كمان خالد انه الهدف على مدار العام هو شهر رمضان، صحيح، وكانه المسلسلات هي فقط برمضان، كانه الانتاج فقط برمضان. لا ابشرك، نتوقف على طول السنه ننتظر. انا ابشرك، هذه انا طالبت فيها، احد المطالبين طبعا كثار اللي طلبوا هالشغلة هذه من الفضائيات إنه يبتعدون عن موسم رمضان 30 يوم. ما بشوف شيء. وفي عندنا 11 شهر، عندنا 11 شهر يا جماعة، حطوا وانشروا المسلسلات على ال 11 شهر، لا يصير موسم رمضان هو، حطوا حق برامج وشيلوا المسلسلات حطوها في الأيام العادية. فعلا سووا هالشيء، بس ها صارت الإعادات، اللي ما شاف رمضان يشوف خلال 11 شهر. هذا فقط بالكويت، هذه الفضائيات كلها في الخليج. سياسة الفضائيات اللي موجودة اليوم، اللي يحط لك مثلا 100 في رمضان، 100 مسلسل بعدين يوزعهم على 11 شهر. يعني حتى الناقد اللي بده ينقد ما عنده وقت. انه المشاهد اليوم في تشبع، متشبع من الدراما، اذا اليوم تبي تتكلمه ما تقدر، بالاضافه الذوق العام اختلف. قبل احنا الايفون نطالعه ما احنا مصدقين، ما احنا عارفين نتعامل معاه. اليوم الايفون، اليوم انا لو اقطك في مكان مقطوع وكل شيء، عندك نت ما في مشكلة، وعندك ما عندك أي مشكلة، صحيح. تقعد بالفندق على سبيل المثال ما تتحرك لأيمين ولا يسار، كل العالم صار بيدك، فصار عندك ذوق، تغير الذوق، تغيرت حتى المفاهيم. اليوم لا، ما أقدر أقنع أي واحد، حتى إذا كان في مثلا مجموعة ناس أبي نخبة، أبي أخذ نخبة ولا أبي أخذ مجموعة أخذ بذوقهم وأقدم لهم، ما صارت موجودة هالشغلة، صارت أن أقدم يلا الناس تقبل أي شيء. صحيح. نعم خالد، يمكن لذلك للأسباب التي ذكرتها نراك ابتعدت عن الأعمال الدرامية خلال السنتين الماضيتين واتجهت إلى مجال جديد، أخرجت فيلم كان رفيجي. كيف هي التجربة السينمائية؟ أنا مثلت في فيلم كان رفيجي وكان في تحدي، يعني طبعا المخرج أستاذ أحمد الخلف والكاتب يعرب رحمه، كذلك هو مخرج ولكن كان عنده تجربة في التأليف يعرب رحمه. شركة لايت بق اليوم قاعدة تشتغل وقاعدة تقدم نكهة جديدة بالمجال الفني من خلال المسرح ومن خلال الأفلام الوثائقية ومن خلال الأفلام الروائية. اليوم في عندنا إن شاء الله بالمستقبل تجارب في الدراما وفي الفوازير وفي المنوعات، فهذه الشركة عندها استراتيجية وايد جميلة وايد حلوة، إنها حطت أكثر من فيلم. يعني لما جينا اتفقنا على كارفيجي كان في 3-4 افلام احنا مخططينهم وخالصين وبس واقي وقت التنفيذ. فكارفيجي كان في تحدي، احنا اليوم نبي نطلع الناس من رمضان وندخلهم في عيد الفطر بوجود المسرحيات وبوجود ناس مسافره وبوجود ناس متشبعين من الدراما اللي انعرضت لهم، ونقدم لهم دراما. طب ليش اخترنا دراما؟ ليش ما اخترنا اكشن مثل الناس اللي اختارت اكشن، او كوميدي نفس الناس اللي اختارت كوميدي، او رومانسي او غيره؟ ليش اخترنا لان هذه بيئتنا، ثقافتنا احنا كخليجيين ثقافتنا درامية،
أليس بإمكاننا أن نغير هذه الثقافة؟ لكن لاحقا وليس حاليا، لاحقا. خلنا نعطي الناس الثقة، خلني أنا أعطي الناس على ذوقها. ذوق الناس اليوم دراما، أعطيها دراما وأعطيها. يعني مثلا إحنا كنا نتكلم في كار رفيجي عن الوفاء، فخير مثال تضربينه للوفاء بين الأصدقاء. طيب في عندك مسلسل شفتي يتكلم عن الأصدقاء؟ كان رفيجي فيه؟ ما فيه. فهي الفكرة بحد ذاتها جبارة، الفكرة بحد ذاتها عظيمة. اليوم إذا كان صاحبي ممتاز وأخلاق وأماشي وأروح معاه وسافر وممكن أناسبه ويناسبني، لكن صديق وعشيري منذ الطفولة صار سيء، هل أتركه؟ معناته العيب فيني مو في رفيجي. هذه الفلسفة اللي كانت موجودة بالفيلم. من هذا الباب يا ليلى احنا دخلنا للسينما، من هذا الباب طرحنا قصة كان رفيجي، من هذا المنطلق احنا راح نطلق أفلام سينمائية حديثة قد تساير بس يا بحر وتحط نقط للأجيال القادمة، ونتمنى يكون في منافس على أساس نتبادل الإبداع. نعم خالد، ذكرت قبل قليل أن هناك فيلم قادم إن شاء الله. عتيج؟ نعم عتيج. تكلمنا عن هذا الفيلم خالد. هذا الفيلم أيضا يتكلم عن العطاء. يعني الأول كان يتكلم عن الوفاء نفس ما قلت لك، وخير مثال كان هو الأصدقاء. فيلم عتيج ما بيتكلم عنه وايد، لكن في مفاجآت داخل هذا الفيلم إن شاء الله تصير. إن ما صارت إحنا ما راح ندلل على هذه المفاجأة كثير عشان لغاية ما يحين وقتها. لكن الجميل في الموضوع أنه هو خطوة تالية، وصدقيني ما جت هذه الخطوة التالية الثانية إلا بعد تفكير، لأن قعدنا وكان في عندنا أكثر من فيلم نحطه يا بالخطوة الثالثة أو بالخطوة الرابعة ونستبعده إلى مدى بعيد. لكن الخطوة الثانية من بعد نجاح كان رفيجي كان صعب علينا شنو نحط الخطوة الثانية. نعم. إلى أن وضعنا عتيج. قصة جميلة وإن شاء الله بيشاهدونها. ما تبي تحرقها على المشاهدين شكلك؟ ما تبي تقول؟ لا ما بيحرقها، لكن هي قلت لك تتكلم عن العطاء، العطاء بين الناس اليوم، التواصل مثلا، العطاء، أنت محتاجتني أنا محتاجك، سوء الفهم، الشغلات هذه البسيطة، سوء الظن، هذه الشغلات كلها تفاصيل راح احنا نحطها في صحن ونخلطها ونجيب لك اياها احلى اومليت. انتاج كويتي صرف كامل، عمل كويتي كامل ان شاء الله. هو نعم هذا العمل الثاني انتاج شركه لايت بوغ، واحنا لازلنا نسعى مع القنوات ان نحاول ناخذ من عندهم ونشركهم ويساعدونا في الدعم، واحنا رايحين على شو اسمه اللو بجت نشتغل، لأن ما عندنا مساحة أو تعداد سكاني كبير بحيث أن نغامر ندش في مبالغ كبيرة. القصص هذه توفي إن شاء الله الحق. نعم خالد، كما ذكرت بما أنك الآن تتحدث عن الأفلام وأنك تتجه إلى هذا المجال وربما ابتعد خلينا عن الدراما، ذكرنا أن الدراما لم تنصف المرحلة المفصلية في تاريخ الكويت، تاريخ 2/8/1990 حتى تاريخ 26/2/1991. لماذا أو هل تفكر بأن تنتج أو تمثل بفيلم يمثل هذه المرحلة؟ مرحلة الغزو قصدك؟ نعم. والله بالعكس، يعني في أنت كذي قاعد تحديني على شوفي أنا ليس بالضرورة أتكلم عن الحرب نفسها، وليس بالضرورة أنا أتكلم عن مرحلة. يعني أقول لك مرحلة 2/8/1925 هذه صعبة، هذه يجب أن يتبناها تتبناها جهة رسمية من البلد لكي تكون يعني جهة موثوقة، ما تصير من رأي وجهة نظر فلان أو من وجهة نظر فلان. هل خاطبتوا هذه الجهة؟ هذا مو بيدنا، هذه أهم من عندهم يعني. لكن أنا كممثل أو كمؤلف إذا بألف أو كمنتج إذا بأنتج عندي مساحات أكبر. اليوم نتكلم عن الإبداع، إذا كان شاعر أو ملحن تخلينا يبدع في أمور أخرى، يعني تعطيني المساحة هو يبدع. اليوم في فكرة مسلسل لا زالت في المطبخ، تأليف هديل المرجان، فكرتي، وإن شاء الله راح تكون من إخراج أحمد الخلف، هذه نجهز لها على نار هادية، لكن لا زالت تحت التحضير. تتكلم عن ما فقدناه قبل وما هو ما كان موجود قبل وما فقدناه اليوم، ونجي على لمحات من خلال الغزو. هذا اللي إحنا نقدر إحنا كمنتجين أو شركات خاصة أو فنانين نقدمه، لكن كجهة رسمية في وزارة الإعلام قادرة أنها تقدم من 2/8 إلى 26 فبراير تقدمها على وجهة نظرها هي،
أو أنها تطلب من أحد الشركات الثقة، الشركات الثقة اللي موجودة أنها تصيغ لها قصة حقيقية بمواثيق ذات مصداقية. اليوم حتى عندك السياسة نفسها ما تسمح لك أنك تتكلمين في مثل هذه الأمور. إذا نبي نتكلم نتكلم في تلميح، إذا لمحنا فما راح نتكلم في مصداقية. يجب أن تكون في مصداقية، فمضروبة يعني ما نقدر كوزارة أنها تتكلم على أساس الأمور السياسية، وإذا بغينا نتكلم من شركات خاصة هم بعد ما راح تقدر وراح تقول كلام ما يعجب ناس وايد. راح يكون إلي ولا ليلى دور بالمسلسل؟ إن شاء الله راح يكون عندي لك دور. كل حاجة جريء. ممكن هذا بيفتح باب على آخر سؤال، دقيقة متبقية فقط إذا سمحت لنا خالد. التزاوج ما بين الأعمال الخليجية كافي، يعني إبقاء هاي المواضيع اللي بتهم كل الخليج، صحيح، ليس فقط في دولة واحدة، إذا كان موضوع فقط في الكويت، يعني لماذا فقط إبقاؤه ضمن الإنتاج الكويتي؟ لماذا لا يكون هناك تزاوج ما بين كل الدراما الخليجية لإنتاج هيك عمل قوي؟ موجود موجود وحاصل من سنين، تمام. لكن ليس بالضرورة أن يكون بين ممثلين. اليوم مخرجين أردنيين ما شاء الله إيش كثر عندنا، تمام، موجودين وبكثرة، مصورين من الأردن ما شاء الله، ولا من سوريا، ولا مخرجين منفذين. من أروع الناس المخرجين منفذين هم من مصر، تمام. فإحنا إحنا شوف خل أقول لك المضحك، خليجيا نحن كفنانين توحدنا قبل مجلس التعاون. نحن كفنانين توحدنا قبل أن يتأسس مجلس التعاون من السبعينات، ونحن كعرب توحدنا بالكلمة يمكن قبل حتى الجامعة الدول العربية. نعم اليوم إذا تبي تشوف هذا حقيقي واقع. اليوم عندي أنا موجودين كثير من إخوان من مصر ولا من الأردن ولا من سوريا، من جميع الدول ما بآخر، ويجون يشتغلون عندي في السوق الخليجي وأنا أروح أشتغل عندهم في السوق المصري ولا الأردني في الأعمال البدوية، صح ولا لا؟ صحيح. فإحنا كفنانين إحنا متوحدين وموجودين، لكن اليوم السياسة هم خلي يتوحدون خلي يكونوا موجودين إن شاء الله بإذن الله. كنت معنا الفنان الكويتي خالد بريتي، شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل عام وانت بخير. أنا سعيد جدا بوجودكم وكل عام وانتم بخير، ويا رب إن شاء الله الكويت من خير لخير ودول الخليج بخير وأمان إن شاء الله، بإذن الله. والأمة العربية والأمة الإسلامية إن شاء الله، وما قصرتوا. آمين. شكرا لك. مشكورين.